السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة رقم 2 بالنسبة للهيدروليك مال الروتري دريلينج. أنا أعتذر أمس بصراحة، شوية صحتي مو تمام كانت، وأيضا كانت أكو مشكلة بالكهرباء. إن شاء الله اليوم نكملها بحال الله. مبدئيا احنا اخذنا امس انه قانون كقوانين فيزيائية خاصة بالجريان او خاصة بالهيدروليكية، قلنا قانون حفظ الكتلة وقانون حفظ الطاقة وقانون حفظ العزم. اليوم عندنا فد مصطلحات اثنين احنا بصراحة راح ناخذهم بالتفصيل بنهاية هذا الكورس، لكن مبدئيا قبل لا نتعمق بالكورس ومفاهيمه خلي نشرح عنهم. الأولى اللي يسموها بيت هيدروليك، بيت هيدروليك. البيت هيدروليك تنقسم إلى اثنين، القسم الأول يسموها الهورس باور، والثانية يسموها الجت امباكت. على مود نشرح المفهوم مالتهن اثنيناتهن، شنو هو الهورس باور، شنو الهورس باور وشنو الجت امباكت. لنفرض احنا عندنا فد مكان معين من الكرة الأرضية، عفوا بس الصوت واضح لو سمحتوا. إذا الصوت مسموع. لو الصوت مسموع فقط أعطوني مسج. اوكي راح اكمل لان ما استلمت مسج. اذا اعتقد الصوت تمام عندكم. لو عندنا فد مكان في اي مكان من الكرة الارضية، وبالضغط الجوي هاي بريشر، يعني هاي بريشر بالنسبة للضغط الجوي، تمام، وعندنا مكان ثاني ايضا هذا المكان الثاني بي لو بريشر. دائما الرياح من طبيعتها انه تنتقل بين الهاي بريشر اريا الى لو بريشر اريا، يعني عندنا الويند اللي هي عبارة عن الرياح، دائما الرياح تنتقل من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض. أيضا شدة الرياح راح نتعامل وياها بالضبط مثل، يعني شدة الرياح تعتمد على الفرق بين الهاي بريشر واللو بريشر، يعني إذا كان عندنا فرق عالي بين البريشر بالمنطقة الضغط العالي ومنطقة الضغط المنخفض، الرياح شدتها راح تكون قوية جدا. فبالضبط نمثل الرياح بالهورس باور. الرياح جاي تمثل لنا الهورس باور، شدة الرياح هو الهورس باور مالت الدايناميك. الدايناميك ايضا لو عندنا منطقة الضغط العالي ومنطقة الضغط المنخفض، فالفلوريت او الجريان راح يسري بقوة عالية. فناخذ الهورس باور، قانون الهورس باور. الهورس باور شو يساوي لنا؟ راح يساوي لنا دلتا بي، هذا الهورس باور مالت الديناميك، نعوف مالت الرياح، راح يساوي لنا دلتا بي في الكيو اللي هو الفلورايد مقسم على الفاكتور على مود تجميع الوحدات او توحيد الوحدات 1714، راح يطلع لنا الهورس باور. تمام،
زين، هسه عرفنا الهورس باور. الهورس باور شنو هو؟ الهورس باور لو عندنا بت، تمام، قلنا بالبت اكو جت، اكو نازلات اللي يسوي لنا جتنج او جتنج هول، هذه نازلات حيطلع من هذا الفلوريت. قوة خروج الفلوريت من النازلات راح تسمى الهورس باور، تمام. قوة خروج الفلوريت من النازلات حتسمى الهورس باور. قلنا الهورس باور تساوي لنا الدلتا بي في الكيو على ال 1714، مثلناها بالرياح. هسه نجي للمصطلح الثاني اللي هو شنو هو الجيتنج امباكت. الجيتنج امباكت نفس الشيء، لو اخذنا الرياح نفسها اللي احنا انطلقت من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض، اصطدامها بالأشجار، قوة الاصطدام بالأشجار، يعني إذا كانت الرياح جدا قوية ممكن حتسبب لنا دمج بالأشجار. قوة اصطدام الرياح بالأشجار راح تمثل لنا الجيتنج امباكت بالضبط، مثل ما الفلوريت، شدة الفلوريت مثلت لنا شدة الرياح، اصطدام الرياح أو قوة اصطدام الرياح ب قوة اصطدام الرياح بالأشجار راح تمثل لنا هي الجيتنج امباكت. بعض الأشخاص قالوا ماكو صورة. عفوا، هسه الصورة ظهرت. تمام. فقوة اصطدام قوة اصطدام الرياح بالأشجار راح تمثل لنا الجيتنج امباكت. قانون الجيتنج امباكت مثل ما موضح لكم انه الفورس مالت الجيتنج امباكت حتساوي لنا 0.0823 في اللي هو التشارج فاكتور او يسمونه الكوفيشنت ديسشارج في الفلوريت الكيو في الدنسيتي مال الفلوريت، ايضا مضروب في الدلتا بي اللي هو البريشر عبر البت، الكل تحت الجذر، يعني الدنسيتي والدلتا بي كلها تحت الجذر. هذا شيء يمثل لنا الجيتنج امباكت. قلنا الجيتنج امباكت هي الفورس اللي تضرب بالاشجار. ايضا الجيتنج امباكت تمثل الفورس او القوه اللي تضرب بالبوتوم هول، يعني احنا مو الفلوريت قلنا الشده مالته قوته اللي راح تظهر من النازلات حتمثل لنا الهورس باور، لكن قوته اللي حتضرب بالبوتوم هو حيظهر القوه اللي راح يضرب بالبوتوم حنسميها الجيتنج امباكت. تمام. جيتنج امباكت شنو فائدة الجيتنج امباكت؟ الجيتنج امباكت كل ما قوت حتساعدنا انه الكاتنج اللي موجودة تحت البت بسبب الحفر حتخليها تطلع لبرا، هاي واحدة. الفائدة الثانية مالت الجيتنج امباكت اصطدامها القوي بالفورميشن حيساعدنا في عمليات الحفر، نعرف انه من نصدم فد شيء الجيتنج امباكت فلوريت عالي حنصدم بيه الفورميشن حيساعدنا بتكسر الفورميشن ويساعدنا بعمليات الحفر، هذه فائده ثانيه بالجيتنج امباكت. الفائده الثالثه بالجيتنج امباكت راح ناخذها بالدايركشنال لكن اوضحها لكم حاليا، انه اني لنفرض سديت هذا النوزل، هذا النوزل سديته وفتحت بس هذا النوزل، تمام؟ فالحفر بهذه الجهة، الحفر بجهة اليمين راح يكون أسرع من الحفر بجهة اليسار، فالبت راح تروح بهذه الجهة، تمام؟ راح تحاول تروح سوري بالعكس، بجهة اليمين أسرع من اليسار فحتروح بهذه الجهة اللي هي الحفر بجهة اليمين. فالجيتنج امباكت ايضا تساعدنا بالدايركشنال درولينج. فهذه فائدة انه الجيتنج امباكت، وايضا فائدة بالنسبة للاشخاص اللي ما عندهم صورة، اعتقد اني الصورة عندي واضحة.
بس خلي اتاكد من الانترنت، شدة الانترنت اللي عندي، انترنت قوي عندي. ايه ما واضحة، تروح وترجع. لحظة، أكو فرق عن الأولى؟ ثاني حاولت أعدل شوية الريزوليوشن مالته. هسه الصورة أفضل؟ تمام. اوكي، خلاص نحاول نعتمد على هذا الريزوليوشن. فهذا الفرق بين استخدام الجيتنج امباكت والهيدروليك فورس، سوري، او الجيتنج امباكت والهورس باور. فمصطلح الهورس باور قلنا هو معناها شدة الرياح اللي جاي تجري. أيضا بالنسبة للجيتنج امباك فورس هي قوة الاصطدام الرياح بالأشجار، على مود نتذكرها فقط ناخذ هذه المفاهيم البسيطة. هسه عندنا فد مثال بسيط. المثال يقول انه نحسب الهيدروليك هورس باور اللي هي الاتش بي بينج ديفلوبد باي بامبينج الفلو ريت 400 جي بي ام جالون بير مينت اوف ماد از بينج بامبد ات ذا بريشر انكريز اوبسيرفد ات ذا بامب از 300 بي اس اي. يعني عندنا البريشر 300 بي اس اي. هاو ماتش اوف ذس باور از بينج لوست ديو تو ذا فيسكوس فورس ان ذا دريل سترينج. Also compute the impact force developed by the bit. هسه شريد نحسب، اريد نحسب الهورس باور، تمام، هاي وحده، ويريد نحسب الباور اللي خسرناها بالبت، تمام، ويريد نحسب الجيتنج فورس اللي هي الفورس امباكت، تمام. نجي اول شيء للهورس باور. الهورس باور قلنا يساوي لنا الدلتا بي، لان هي الرياح، الفرق بين البريشر والفلو ريت اللي هو 3000 في 400 على 1714 راح يعطينا 700 هورس باور. نجي للهورس باور اللي خسرناه، لان احنا نعرف من يسري الفلو ريت بداخل السترينج راح يفقد جزء من الهورس باور مالته. المفاقيد مالت الهورس باور راح اللي هي الهورس باور فراكشن اللي خسرناها بالدريل سترينج راح يساوي لنا دلتا بي مالت الاف اللي هو الفرق بين البريشر بالاف في الكيو على 1714. 1400، 1400 مين جبناها؟ 1400 الدلتا بي اف جابها هو من المثال السابق. هو انا ما كاتب، لكن هو هذه ال 1400 جابها من المثال السابق. المثال السابق اذا تتذكرون قال له الدلتا بي او المفاقيد مال الفراكشن بالسترنج 1400، فهو حط 1400 في الفلوريت 400 على 1714 طلع عند المفاقيد 327. راح نجي للجيتنج فورس امباكت. الجيتنج فورس امباكت او امباكت فورس اللي قلنا هي تمثل القوه باصطدامها بالفورميشن اللي هو الفاكتور، هذا حنضربه في السي دي اللي هو الكوفيشنت او ديسشارج كوفيشنت في الفلو ريت تحت الجذر
بالدنسيتي في الدلتا بي. الدلتا عندنا احنا هذا هو الفاكتور مضروب في الكوفيشنت. الكوفيشنت بالعادة مالت النازلات دائما نستخدمه 0.95 في 412 في 1169. السلام عليكم. اعتقد اكو مشكلة بالانترنت حاليا، نحاول تحلها ان شاء الله نتفاداها. الصورة ظاهرة عند الكل لو سمحتوا. تمام. فأيضا بالنسبة للجيتنج فورس امباكت نطبق القانون. أما الدلتا بي هذا أيضا من المثال السابق، عرفنا الدلتا بي شلون نستخرجها، أنه البي اللي قبل النازلات ناقص البي اللي بعد النازلات اللي يسموها دلتا بي حول البت. فطلعت عندنا الجيتنج فورس امباكت بالباوند هي 820 باوند. فهذا الفرق، يعني فقط توضيح بسيط للمثال. راح نشوف هذا هو المثال، هذا طلع عندنا الدلتا بي حول البت 1169، فهو مستخدمه في هذا المثال. على مود نشوف ايش قد يعني ايش قد الفورس هذه اللي هي 820 باوند. 820 باوند مو فد شيء قليل، 820 باوند فد شيء هائل. شلون نوضح 820؟ الباوند ال 2.2 باوند، 2.2 باوند يساوينا 1 كيلوغرام. يعني لو شفنا 820 قسمناها على 2.2 تقريبا 400، صحيح؟ يعني أنا أصدم الأرض أو الفورميشن ب 400 كيلوغرام بس بالفلوريت من غير الوزن، فتعتبر فد شيء هائل أو فد قوة هائلة. هسه خلصنا من موضوع انه ال jetting force impact والهيدروليك مالت الهيدروليك سوري الهيدروليك هورس باور بالنسبه للبت. هسه راح ناخذ المواضيع ونتعمق بها اللي خاصه بالهيدروليك مالت الروتري ادرولاين. اول شيء احنا كديزاين كمات كجريان عندنا نوعين من السوائل، صحيح؟ السوائل تقسم الى نوعين. النوع الاول من السوائل هذه الدرولينج فلويد، الدرولينج فلويد كفلو بيهافير كسلوك جريان يقسم الى نوعين. القسم الاول اللي يسمونه السوائل اللينيوتينيه، تمام، والقسم الثاني اللي هو السوائل الغير نيوتن. تمام. بالنسبة للسوائل اللي تنطبق عليها جميع قوانين نيوتن للسوائل والهيدروليك راح نعتبرها سوائل نيوتنية. السوائل اللي ما تنطبق عليها قوانين نيوتن السوائل الغير نيوتنية. بالنسبة للسوائل is not newtonian عندنا نوعين بالحفر. النوع الأول اللي هو بينغهام موديل راح نطبق عليه، والثاني الباور لو. اوكي، شلون اعرف هذا السائل نيوتيني وهذا السائل غير نيوتيني؟ عندنا خاصية فيزيائية بالنسبة للسوائل اللي هي الفيسكوسيتي، تمام؟
إذا كان السائل عنده viscosity ثابتة خلال عملية الحركة، يعني خلال عملية الاجيتيشن، احنا نعرف السائل إذا خليناه في باث معين، تمام، وسوينا له shear rate، يعني سوينا له قص، بدينا نسوي له ميكسينج، إذا بقت لزوجة السائل ثابتة خلال عملية الاجيتيشن يعتبر هو سائل نيوتين. أما إذا تغيرت الفيسكوسيتي خلال عمليات التحريك أو خلال عمليات الاجيتيشن فهو سائل غير نيوتيني. هذه الفرق بين السوائل النيوتينية والسوائل الغير نيوتينية. بالنسبة لمعادلة السوائل النيوتينية، معادلة سائل النيوتيني، احنا قلنا عندنا باث، هذا الباث راح يحتوي على سائل، صحيح؟ هذا السائل راح نحركه بإمبلر، الإمبلر راح تقرأ لنا تورك أو قوة التحريك، تمام؟ التورك يعني كل ما زاد سرعة الإمبلر اللي احنا نسميها shear rate، تمام، المفروض تزيد عندنا الشير ستريس، قوة القص. فبالنسبة للمودل مال السائل النيوتيني راح يساوي لنا اللي هو الشير ستريس، راح يساوي لنا الفيسكوسيتي في الشير ريت. هذا بالنسبة للسائل النيوتيني. احنا سابقا قلنا انه السائل، قلنا السائل يحتوي على ثلاث انواع او ثلاث مسالك للجريان. اذا كان السائل جاي يجري في تيوب، يعني هذا تيوب، والسائل يجري به بطريقة صفائحية، عفوا كل الأقلام عندي خلصت، بس ثواني، إذا عدنا تيوب والسائل يجري به بطريقة صفائحية هذا راح نسميه لامينر فلو، صح؟ وطبعا اللامينر فلو راح يزيد الاحتكاك بينه وبين التيوب أو جدار التيوب. لكن إذا كان جريان السائل داخل التيوب بحركة ستورمز، تمام، هذا راح يكون توربولنت. أما إذا كانت الحركة انتقالية بين الفلوريت اللامينر والفلو التوربولنت راح نسميه ترانزيشن اللي هو بيناتهم. توضيح بسيط إلى الحركة الانتقالية وشلون راح العفو بالنسبة لللامينر فلو. لنفرض عندنا بليت سطح، صحيح، وعندنا سطح ثابت، السطح هذا متحرك وهذا سطح ثابت، وضعنا بيناتهم فد فلويد. وجاي نحرك السطح المتحرك على السطح السائل، طبعا المتحرك ب يعني بمساحة بطول وعرض، هو بليتس، تمام. بداية الحركة مالتنا، بداية الحركة احتاج فورس
العمود احرك البليت من السطح الثابت من السطح المتحرك على السطح الثابت. طبعا هذه الفورس ازديادها يعني راح كل ما سرعنا البليت كل ما دفعنا البليت اسرع بسبب الاحتكاك راح المفروض الفورس ازيدها. ايضا استمرارية حركة البليت المتحرك على البليت الثابت راح تزداد بازدياد سوري راح تستمر باستمرار الفورس. يعني باي وقت اني اقطع القوة حينقطع الفورس. حنطبق هذه المفاهيم اللي هسه اخذناها كلها على اللامينار فلو. خلنا ناخذ هذا المثال اللي يوضح لنا النيوتنيان بالنسبة للاميلار فلو. عندنا بليتة المساحة مالتها بليتس المساحة مالتها 20 سنتيمتر تمام؟ موضوعة عن سبيس 1 سنتيمتر above stationary plate يعني بين البليتة الأولى والبليتة الثانية عندنا 1 سنتيمتر. يريد نحسب الفيسكوسيتي اللزوجة in centipoise of the fluid between the plate if the force of إذا القوة اللي دفعنا بها البليت الأعلى على البليت الأسفل هي 100 داين. It's required to move the upper plate at the constant velocity. السرعة التحريك هي 10 سنتيمتر لكل second. تمام؟ هسا راح نجي للشير ستريس. أول شيء شير ستريس بما أنه هي ستريس احنا نعرف الستريس هي تساوي لنا القوة على المساحة. لأن هي الستريس شبيهة بالضغط فهي القوة على المساحة. القوة عندنا 100 نقسمها على المساحة اللي هي 20 راح تطلع 5 داين سنتيمتر تربيع. بعدين الشير ريت سرعة القص. سرعة القص هي تعتبر لأن سرعة القص مقاسة بالسكند مرفوع للماينس 1 فنقسم اللي هي الفيلوسيتي سرعة تحرك البليتة على الفرق بين البليتتين الفرق بيناتهم اللي هو 1 تمام فيطلع عندنا 10 سكند ماينس 1. بعدين باستخدام المعادلة اللي هي بالنسبة للنيوتنيان فلويد لللامينار فلو راح يطلع عندنا الشير ستريس شو يساوي لنا الفيسكوسيتي اللي هو طالبها في الشير ريت. فالفيسكوسيتي راح تساوي لنا الشير ستريس على الشير ريت اللي هو 5 على 10 راح يطلع لنا 0.5 داين في سكند على سنتيمتر تربيع او نضربها في 10 على مود نحولها للسنتيبوايز. فهذا فرق هذا مثال بسيط يوضح لنا بالنسبه للنيوتنيان فلويد سوري نيوتنيان فلويد. قبل لا ناخذ هذا المخطط ونفهم المعلومات اللي موجوده به خلينا ناخذ الباور لو والبينغهام وبعدين نروح نتعمق بالمخطط السابق. هسه عندنا احنا قلنا عندنا نيوتنيان فلويد. اذا الفلويد مالتنا مو نيوتيني يعني ما تنطبق عليه مفاهيم نيوتن لحركة السوائل والهيدروليكية راح يكون أما بينغهام أو راح يكون باور لو. زين احنا خل نجي أول شيء للبينغهام. البينغهام شنو يقول؟ البينغهام يقول بقانونه أني لو حطيت سائل بتيوب مثل ما هو موضح وجيت أحركه بسترس معين هذا طبعا الشير ريت اللي هي سرعة القص مالت السائل وهذا الشير سترس اللي هي قوة قص السائل. السائل اللي تنطبق عليه المودل بينغهام مودلز ما راح يتحرك يعني يبقى ساكن حتى لو حاولت أحرك. يعني أنا عندي هذا التيوب وبيه فلويد وحاولت اسوي له شير ستريس بامبلر
الشيرس السائل اللي تنطبق عليه بينغهام مودلز ما راح يتحرك حتى لو حاولت احط عليه شير ستريس، الا ان يوصل الى شير ستريس محدده، قيمه محدده، وبعدين يبدي ينطلق ويسوي لنا شير ريت. تمام؟ عكس النيوتيني، السائل النيوتيني فقط من انطي شير ستريس مباشره ينطلق، اما البينغهام لا. لهذا نشوف، لهذا ليش قلنا احنا بالنيوتيني الفيسكوسيتي ثابته؟ لان احنا نتذكر قانون نيوتن شو يقول، الشير ستريس يساوي لنا الفيسكوسيتي في الشير ريت. الفيسكوسيتي ايش راح تساوي لنا بهاي الحاله؟ راح تساوي لنا مثل ما اخذنا بالمثال، راح تساوي لنا الشير ستريس على الشير ريت. فكل ما كبرت هاي كبرت هاي، فراح تبقى نسبتهم ثابته، فراح تبقى الفيسكوسيتي ثابتة، لأن كل ما كبرت الشير ريت الشير ستريس حتكبر، فتبقى الفيسكوسيتي ثابتة. أما بالبينغهام لا، بالبينغهام الموضوع مختلف تماما، إنه ما يبدي ينطلق الشير ريت، ما يبدي الشير ريت إلى أن يوصل الشير ستريس إلى نقطة معينة، بعدين يبدي بقص السائل. فلهذا نشوف البينغهام شنو يساوي لنا. البينغهام الشير ستريس راح يساوي لنا بينغهام، سوري انا جاي اكتب جي، هي تاو، كلهن كتبتهن جي، ان كلهن تاو. اوكي، الشير ستريس راح يساوي لنا البينغهام بوينت، تمام، اللي نوصلها، زائد نفس الشيء بعدين نفس النيوتن، نيوتن فلويد اللي هي الفيسكوسيتي مضروبه بالشير ريت. فهذا الفرق بين النيوتن والبينغهام، بينغهام لو او بينغهام موديل. بالنسبه لشلون احنا نطلع اليل بوينت او البلاستيك فيسكوستي او الفيسكوستي، عرفنا بالنسبه للبلاستيك فيسكوستي من المعادله سابقا، البلاستيك فيسكوستي راح يساوي لنا القراءه ل 600 ناقص القراءه مالت 300، صحيح؟ هاي راح تطلع لنا البي بي، البلاستيك فيسكوستي. الواي بي قلنا شلون ناخذ قراءته، الواي بي تساوي لنا البي في ناقص، سوري قراءة 300 اكبر، راح تنطينا قراءة 300 ناقص البي في. هذا فقط توضيح. اما بالنسبة اللي يسموها الترو يلد بوينت، عندنا فشي الترو يلد بوينت اللي هي اليلد بوينت الحقيقية وليس الظاهرية، ترو يلد بوينت، راح تساوي لنا نفس هالبينغهام بوينت، هذه البينغهام بوينت مضروبة في 0.75 في البينغهام يلد بوينت. هذا توضيح قانون البينغهام. تمام، هسه راح نجي الى الباور لو. هسه عرفنا البينغهام، خلينا نجي للباور لو. الباور لو الباور لو شنو يقول؟ الباور لو يقول الشير ريت او سوري الشير ستريس راح يساوي لنا K مضروبة في الشير ريت لمعامل N. شنو ال K وشنو ال N؟ بالنسبة لل K اللي هو الكونسستنسي اندكس، اللي هو
يسمونه معامل التماسك مالت الفلويد. اما بالنسبه للان اللي هو يسمونه الفلو بيهيفير. خلينا نعرف شنو فلو بيهيفير وشنو الكي. الكي اللي هو كونسستنسي اندكس اللي هو عامل التماسك مالت الفلوريت ان كان الفلوريت متماسك او لا، وراح نعرف شلون راح نحسبه. اما الان الان ليش نسميها الفلو بيهيفير وشلون نحسبها؟ الان بيها ثلاث قيم، تمام؟ الان بيها ثلاث قيم. الان اما تكون اكبر من واحد، صحيح، او الان اصغر من واحد، او الان تساوي لنا واحد. اذا كانت الان اكبر من واحد يعني الفلو بيهيفير مالتنا الان مالته اكبر من واحد، تمام، فالشير ستريس بهاي الحاله ايش راح يساوي لنا؟ الكي في الشير ريت على الان، والان اكبر من واحد، فكل ما ازداد الشير كل ما ازداد الشير ريت ازداد الشير ستريس، فراح يكون التعامل مالتنا او مو مخطي بهذا الصوره، راح يكون رسم الشير ستريس مع الشير ريت بهذه الطريقه. اذا كان الان اصغر من واحد الشير ستريس راح يساوي من الكي على الان اصغر من واحد، فراح تكون بالسالب، فراح تنزل للمقام، صحيح، راح تنزل للمقام. هسه صارت العلاقه عكسيه، هسه صار كل ما كثر الشير ريت كل ما كبر الشير ريت، يعني كل ما صعد الشير ريت راح يقل عندنا الشير ستريس، راح يكون تقريبا الرسم بهذه الطريقه، صحيح. اذا كانت الان تساوي لنا واحد بهذه الحاله الشير ستريس كي في الشير ريت تقريبا حيكون عندنا السائل نيوتنية، تمام. لو ردنا نرسم هاي العلاقات مع الشير ستريس والشير ريت بالنسبة للباور لو، راح يكون الرسم مالتنا بهذه الصورة تقريبا، راح يكون عندنا هذه الصورة. هسه هذا نيوتنيان فلويد، صح، تمام، هذا باور لو، وهذا بينغهام، زين. احنا جاي نحكي على الهيدروليكيه مال الدرولينج فلويد. الدرولينج فلويد شنو ينطبق عليه؟ هل ينطبق عليه باور لو، نيوتيني، او بينغهام؟ هو بالحقيقه يجمعهم كلهم. المد راح يصير بهاي الطريقه، يشبه البينغهام، يعني يبدي بشير ستريس بس اقل من شير ستريس مع البينغهام، ولكن ما يبدي من الصفر مثل الباور لو، يبدي يبدي بينغهام بوينت، لكن ما يسلك سلوك خطي مثل البينغهام، حيسلك سلوك اسي، يعني اسس مثل الباور لو، فهو مدمج بين هذن الكلام ثلاثة. طبعا هذا يا يحدد سلوك السلوك الهيدروليكي بالنسبه للدرولينج فلويد، يحدد الشير ريت والشير ستريس، وايضا يحدد مقدار الكي والان بالنسبه للباور لو. طريقه حساب الكي والان اللي هو الكونسستنسي اندكس او بالنسبه للفلو بيهيفير راح تكون الان يساوي 3.32 في اللوغاريتم اللي هو قراءة الفيسكوميتر لل 600 على ال 300، اما للكونسستنسي اندكس راح تكون الكي تساوي لنا 510 في قراءة ال 300
على الخمسمية، على 511 مرفوعة للأس أم. مثل ما قلنا لكم إحنا سوري اللي عنده هذا الكتاب كتاب جدا مفيد، إذا يروح للفيلد ما راح يصير عنده وقت يحسب بيده، أو ما راح يصير عنده وقت أصلا يتذكر هذه المعادلات مع البينغهام. لو نشوف في الجرين بوك أكو فصل كامل اللي هو عن البامبينج and pressure losses اللي هو يعتمد على الهيدروليكية مع الروتري درولينج اللي هو جي. فنروح إلى قسم جي، بالقسم جي راح يكون كل هذه المعادلات موجودة اللي خاصة في حسابات الفلوريت والهيدروليك مع الفلوريت، وكل الأمور والمعادلات راح تكون موجودة هنا إن شاء الله. لو نشوف بهذه الطريقة عندنا سائل نيوتيني، عندنا سائل بينغهام، وعندنا السائل اللي ينطبق عليه الباور لو مودلز. فعندنا ثلاث أنواع، هذا رسم الأول، هذا رسم الثاني، هذا رسم الثالث. احنا قلنا شرحنا على البينغهام على الباور لو، وقلنا بالنسبة للباور لو القيمة مالته القيمة راح تكون عندنا ثلاث قيم. القيمة الأولى راح تكون عندنا القيمة الأولى راح تكون إذا كان الان أكبر من واحد والان أصغر من واحد والان اللي تساوي لنا واحد. بالنسبة للان اللي أكبر من واحد راح يسمون السائل ديليتانت، تمام؟ اللي هي الفيسكوسيتي الابيرينت فيسكوسيتي أو الفيسكوسيتي الظاهرية تزداد بزيادة الشير سترس مثل ما شرحنا. وبالنسبة للسيدا بلاستيك اللي هي الفيسكوسيتي حتقل ب أو الابيرينت فيسكوسيتي الفيسكوستي الظاهرية حتقل بزيادة الشير سترس، أيضا شرحناها. عندنا قلنا إذا الآن تساوي لنا واحد، إذا الآن تساوي لنا واحد راح يسمونه ثيكساتروبيكس، أما الآن إذا تساوي لنا صفر بهاي الحالة فالتاو راح يساوي لنا بس الكي باعتبار أنه راح تكون ثابتة، فبهاي الحالة راح يكون ريوبيسيتكس fluid اللي الAV اللي هي الapparent increase within a time يعني عكس thixotropics. فقط توضيح بسيط على thixotropics. thixotropics طبعا دائما نستخدمه بالدرولينج فلويد وأيضا نستخدمه بالسمنت فلويد. شنو الثيكساتروبيك فلويد قبل أن نتقدم بالمحاضرة؟ الثيكساتروبيك فلويد أني لو جاء عندي بير اللي هو ويلز وصار عندي لوسز ماي، أعالج اللوسز بواسطة السمنت بلاك، تمام؟ السمنت بلاك دائما اللي يعالجون به يسمونه ثيكساتروبيكس. تمام؟ الثيكساتروبيكس شنو معناها؟ إذا تركنا السائل يعني بقى stations، إذا بحالة الستيشنري
الفيسكوسيتي مالته راح تزداد اذا بقى ستيشنري، كل ما طول الزمن حتزداد، فراح يسد لنا اللوسز لان حيدخل السائل اللي زوجته عاليه بداخل الفراكتشر او بداخل الهايبروسيتي وحيسدها. في حال تحريك السائل مباشره حتنزل الفيسكوسيتي، مباشره حتنزل الفيسكوسيتي وتستمر بالنزول بالديكريز within a time. هذه وحده. الثاني اللي هو ريوبستيك بالعكس، عكس التكساتروبيك، يعني بالضبط عكس فكره التكساتروبيك بالنسبه للستيشنري وبالنسبه للاجيتيشن. هسه خلصنا التكساتروبيكس، خلصنا خلصنا الباور لو، خلصنا البينغهام، خلصنا النيوتنيان. هسه راح ناخذ اللامينار فلو ان ذا بايب. تمام، سوري. أول شيء إحنا عندنا موضوعين يتحكم بهم كقوة فلوريد أو كهيدروليك بصورة عامة. الموضوع الأول هو الفلوريد يتحكم بالهيدروليكية بالنظام الهيدروليكي، والثاني بالبريشر. اثنيناتهم هذولنا اللي هو يعتبران أساس الهيدروليكية في عمليات الحفر. زين، أنا عندي فلوريد، قلنا الفلوريد أما لامينار أو توربولانت أو ترانزيشن. أنا هسه راح أسوي دراستي بالبداية بالفصل الأول على اللامينار فلو وبعدين أتوجه على التوربولانت. أنا راح أشوف أنا عندي جهتين، تمام، من أسوي الدراسة مالتي على جهتين. أنا بالويل بالدرولينج ويلز عندي جهة الدرول بايب، أنا هذا الويلز مالتي، وعندي بداخل الويلز درول بايب. من راح اسوي الهيدروليكيه مالتي، الهيدروليكيه راح تكون على نوعين. الهيدروليكيه الاولى راح تكون حساباتي على الفلويد داخل الدرول بايب، تمام، والهيدروليكيه الثانيه على الفلويد داخل الانيولاس اللي هي بين الدرول بايب وبين الويل بار. فهذا النقطتين لازم أنا أركز عليها. من راح أسوي حساباتي، أول شيء راح أعتبر الدرل بايب اللي موجود بداخل الويل هو درل بايب منتظم. اثنين، من أسوي حساباتي على أنه الدرل بايب ستيشنز is not rotate. أيضا راح أسوي حساباتي على أساس الدرل الأنيولاس، يعني قطر الأنيولاس هنا اللي هو ال D2 اللي هو الأوبن هول، أوبن هول ديامتر، تمام. الأوبن هول ديامتر مالتي على طول الطريق مساوي، تمام، يعني مو هنا عندي واش أوت يكون قطرة كبير. أسوي بالأسامشن مالتي باعتبار أنه القطر مالتي ثابت. أيضا خلال عملية حساباتي يعتبر السائل أو الدرولينج فلويد اللي موجود بداخل الويل يعتبر incompressible، غير منضغط، مو مثل السوائل مثل الـ air based mud أو الـ gas based mud. يعتبر السائل اللي موجود بهن قابل للانضغاطية أو بنسبة انضغاط. ايضا النقطة الأخيرة بالنسبة للحسابات مالتي، راح اعتبر انه الفلو اللي موجود بداخل الدرول بايب او الانيولاس ما بي يعني ازوثيرمالز، يعني بنسبة عزل حرارية.
فهذه كلها راح اسويها assumption خلال عمليات حساباتي. مبدئيا عرفنا انه عملية اذا عدنا تيوب وبداخله جاي يسري، اذا عملية السريان مالته في حالة منتظمة فمعناها laminar، اذا عملية السريان مالته شبه منتظمة ليست منتظمة يعتبر الجريان مالتنا transition. اما بالنسبة للسي اللي هو النوع الثالث يعتبر الجريان مالتنا turbulent، لو نشوف شكل الجريان راح يكون الجريان غير منتظم. تمام، هسه راح ناخذ حسابات الهيدروليك فلويد بالنسبة للنيوتنيان فلويد اذا كان الفلو مالتنا لامينر. تمام، اذا الفلو مالتنا لامينر، مبدئيا احنا عرفنا الاسامبشن، اول شيء الفلو مالتنا نعتبره معزول حراريا، يعني الحرارات والامور ما تاثر عليه. النقطه الثانيه الاوبن هول دايامتر يكون مساوي للدرل بايب مالتنا، يكون بالمنتصف. الدرل بايب مالتنا يكون ستيشنري، يعني حركه الدرل بايب ما راح تاثر لنا على الهيدروليكيه. اسامبشن نعتبرها، هي طبعا تاثر لنا لكن تاثيرها قليل، لكن افتراضيا انه نعتبر الدرل بايب از نوت روتيت. هذه كلها الفرضيات راح ندخلها يعني راح نشيلها من حساباتنا على مود تكون الحسابات الرياضيه سهله وبسيطه. تمام، زين، انا هسه عندي سائل جاي يسري في الدرل بايب او جاي يسري في داخل التيوب، شلون راح اعرف هذا الجريان مالته الفلو مالته توربولنت ترانزيشنز او لامينر؟ راح اعرفه من خلال الرينولدز نمبر. الرينولدز نمبر راح يحدد لنا نوع الفلو اللي موجود داخل التيوب. الرينولدز نمبر العالم رينولدز، طبعا عندنا الرينولدز نمبر وعندنا الهيد ستورم نمبر، اثنيناتهم راح نعرف شنو هن ان شاء الله بالمستقبل، لكن هسه خلونا على الرينولدز نمبر. الرينولدز نمبر شنو يقول؟ يقول 928 مضروبة في الدنسيتي مضروبة في الفيلوسيتي مضروبة في الديامترز. تمام، نقسمها كلها هذه على الفيسكوسيتي، حيطلع لنا رقم معين. طبعا الفيسكوسيتي بالسنتربوايز، الدنسيتي بالبي بي جي، الفيلوسيتي بالفيت لكل سكند، اما بالنسبه للبايب دايامتر هو بالانش سكوير. تمام، سوري بالانش، فهذه فقط توضيح. زين، راح يطلع لنا رقم اللي هو رينولدز نمبر. بالنسبة رينولدز نمبر إذا كان أصغر من 2000 معناها الفلو مالتنا لامينر، إذا كان رينولدز نمبر أكبر من 4000 فمعناها الفلوريت مالتنا توربولنت. زين، إذا كان الفلوريت مالتنا بين 2000 و4000 مالت راح يكون ترانزيشن، يعني بين اللامينر وبين التوربولنت. تمام، سوري، هسه عرفنا الجريان التوربولنت واللامينر فلو وكيفية حساب التوربولنت واللامينر. زين، هسه بقت عندنا نقطة، قانون الدي الديامتر. احنا كل حساباتنا حيدخل بها الدي الديامترز. بالنسبه الى حساباتنا داخل الدرل بايب الدي معروف، صحيح الدي يعتبر انه هو قطر البايب، لكن لو نشوف الكروس سكشن مالت الانيولوس، الكروس سكشن راح يعتبر اوبن هول، وبداخل اوبن هول اكو درل بايب، فالاوبن هول ديامتر ما راح يكون ديامتر حقيقي، صحيح؟ ما راح يكون ديامتر حقيقي، راح يكون ديامتر يسمونه الإكويفالنت
diameter، لأن ال diameter راح يكون مقسم إلى two diameters اللي هو ال diameters مال ال drill pipe وأيضاً ال diameters مال ال open hole، فراح يكون equivalent diameter. فدائماً بالحسابات راح يعتبرون ال diameters اللي موجود، راح نشوف شلون راح يحسبونه، يعتبرونه equivalent diameter وراح يتلاعبون بالحسابات ملاته على مود يطلعون نتائج صحيحة، يعتبرون هذا ال diameter أو equivalent diameter، يسمونه equivalent diameter على شكل slot. يعني إحنا لو فتحنا هذا الشكل القطر هذا راح يكون هذا الشكل صحيح، والقطر الكبير مالت ال open hole أو ال well bore راح يكون بهذا الشكل. تمام، الفرق بين القطر الأول والقطر الثاني راح يكون هو هذا الهايت الارتفاع، هذا طبعا الدايمتر الكبير، هذا الدايمتر الصغير، sorry it's not diameter، هذا الكونفرنس it's not conference it's circle اللي هو المحيط، المحيط الأول، وهذا عندنا المحيط الثاني. تمام، والفرق بيناتهم هو الهايت. فهذا هو راح يدخل بحساباتنا. طبعا الدي equivalent في بعض الحسابات اذا حسبناه على شكل سلوت حيكون يساوي لنا راح يساوي لنا دي 2 ماينس الدي 1، هذا اذا حسبناه على شكل سلوت، يعني فتحناه على شكل سلوت. ايضا احنا لو ردنا نحسب احنا الهيدروليكية مالتنا ان كان نوعية السائل نيوتيني او غير نيوتيني، يعني كان يصير عليه الباور لو او يصير عليه البينغهام، بكل الحالات احنا الهيدروليكية شنو احنا اخذنا امس باول يوم، اخذنا انه الفقدان مالت البرشر خلال الجريان مالته بالتيوب او بالدريل بايب او بالانيولاس، فمعناها هو جاي يقيسنا على تغير البريشر او الفراكشن على اللينث، يعني كل ما طال اللينث مالتنا كل ما طال كل ما كبر عندنا البريشر، هو كانه مشتقه البريشر بالنسبه لتغير باللينث او تغير بالبريشر او فراكشن بريشر التغير لللينث يساوي لنا الفيسكوسيتي مضروبه في الفيلوسيتي على الف في الدي تربيع ماينس دي 2 ماينس دي 1 الكل تربيع. لكن هذا يمتى نستخدم الايكويفالنت دايامتر؟ نستخدم الايكويفالنت دايامتر اذا كانت نسبه الدي 1 على الدي 2 اكبر من 0.3، اذا كانت الدي 1 على الدي 2 اكبر من 0.3 بهاي الحاله راح نستخدم هذا القانون. لو نشوفه لو فتحنا هذا طبعا المحيط الاكبر، المحيط الاكبر يساوي لنا 2 باي في الار 2، تمام اللي هو هذا الار 2، وعندنا المحيط الاصغر يساوي لنا 2 باي في الار 1 اللي هو هذا الار 1، هذا الهايت الارتفاع وهذا الويث مالت البليتس. فهذا الحسابات، فنسوي حساباتنا كسلوت، اذا اريد نحسبها كسلوت ناخذ قانون الدي 1 على الدي 2 اذا كانت اكبر من الثلاثه راح ناخذ الدايمتر مالت الانيولاس دي 2 او الدي، يعني الدي الكبير ناقص الدي الصغير، ونطبقها في قوانيننا. هسه هنا عندنا ثلاث معادلات بالنسبه للايكويفالنت equivalent diameter، لأن قلنا إحنا بالنسبة للديامتر يعتبر ديامتر غير منتظم اللي موجود بالأنيولاس، لهذا دائما إحنا كحسابات هيدروليكية نحاول إنه نوجد equivalent diameter. عرفنا المعادلة الأولى إنه نعتبره كسلوت وانفتحه، فراح يساوي لنا d equivalent d2 minus d1. تمام، أما بالنسبة للمعادلة الثانية ك equivalent sorry
إذا كان القطر الحلقي مساوين للمفاهيم الهندسية للبريشر لوس اللي خاص بالنيوتنيان فلويد، راح نستخدم الإكويفالنت الثاني أو اللي هو دي إي تربيع، اللي هو ديامتر إكويفالنت تربيع، راح يساوي لنا دي 2 تربيع زائد دي 1 تربيع مقسم على الفرق بينهن تربيع على بعدين لان دي 2 على الدي 1. أما إذا نريد نقرب الإكويفالنت على أساس slot flow راح نستخدم الإكويفالنت الأخير. أما المعادلة الأخيرة هذه مستخرجينها مختبريا، تمام؟ يعني الأول قلنا إذا كان الدي 1 على الدي 2 أكبر من 0.3، أما بهاي الحالة الثانية إذا كان الأمور الجيومترية تطلع لنيوتنيان بالنسبة للنيوتنيان فلويد واللامينر، هو إذا طلع عندنا الدي 1 على الدي 2 أصغر من 0.3 حنستخدم الإكويفالنت ديامتر الثاني. بالنسبة للإكويفالنت ديامتر الثالث إذا فتحناها وطلعناها سوينا على شكل سلوت، لكن تقريبيا يعني أضبط من المعادلة الأولى والثانية. أما المعادلة الثالثة فهي مثبتة مختبريا، هذه مثبتة مختبريا اللي هو سواها العلماء أو ثبتوها مختبريا على ميت هيدروليك فراكتشر تريتمنت، وطلعت عندهم هذه المعادلات. فعندنا بالنسبة للإكويفالنت دايمتر عندنا أربع معادلات. لمعلوماتكم احنا هسه جاي ندرس بحفر، صح؟ بالحفر احنا عندنا دريل بايب 5 انش، صحيح؟ وعندنا اوبن هول مالتنا حسب حجم البت اللي جاي نحفر بيها. دائما الدي 1 على الدي 2 تطلع اكبر من 0.3 دائما، فدائما نستخدم اللي راح نستخدم الاكويفالنت ديامتر بالنسبه ان كجيومتري يعني اصغر من 0.3، ولا راح نستخدمها كسلوت ونسوي لها تقريب ابروكسيماتلي او نسويها مثبتة مختبريا. دائما أو بالأغلب حنستخدم الدي 2 ماينس دي 1، لأن دائما الدريل بايب بالنسبة للأوبن هول هو أكبر من 0.3، تمام؟ فراح نجي عندنا مثال بسيط. عندنا 9 ppg نيوتنيان فلويد having viscosity of 15 centipoise is being circulated in 1000 feet well contained 7 inch ID casing، يعني موجود B casing and 5 inch OD drill string at the rate of 80 gpm gallon per minute. Compute the statics and circulating bottom hull pressure by assuming the laminar flow pattern. أول شيء راح نستخدم هذه المعادلة على مود نطلع الستاتيك. الستاتيك احنا عدنا قلنا يساوينا 0.052 في الـ PPG في الـ TVD، فضربها فطالع عند الستاتيك هو 4680، تمام؟ هذا بالنسبة للستاتيك. أما قانون الديناميك احنا قلنا بالديناميك على مود نطلع الفراكشن لوسز بالديناميك، عندنا شغلتين بالديناميك تدخل بها. الشغله الاولى لازم نعرف دائما الفلورايت مالتنا والبريشر، وايضا بالنسبه للفراكشن لوسز حتدخل الفيسكوسيتي. فاول شيء نطلع الفيلوسيتي مالتنا أمس أخذنا معادلة الفيلوسيتي إذا كان الفلوريت مالتنا جي بي أم، تذكروا إذا كان الفلوريت مالتنا جي بي أم نقسمها على 2.448 في دي تربيع 2 ناقص دي تربيع 1، فطلع عندنا الفلوريت الفيلوسيتي مالتنا 1.262 فيت على السكند. بعدين عمود نطلع الفراكشن لوس مالتنا، حتساوي لنا نضرب الفيسكوسيتي في الفيلوسيتي مقسمه على الايكويفالنت دايامترز، تمام؟
تمام 1500 في الايكويفالنت دايامترز. فطلع لو نشوف شنو طلع عنا التغير بالبريشر اللي هو يسمونه بريشر جريدينت، تغير بريشر على التغير بالطول اللي هو طلع 0.0051، هذا انضربه في العشرة آلاف حيطلع 51 PSI، يعني الفراكشن لوس بالدرل بايب عندنا 51 PSI. هسه احنا طلعنا الستاتيك وطلعنا الديناميك، الستاتيك 4680، الديناميك عندنا 51، على مود نطلع الكلي حنجمع الستاتيك مع الديناميك. هسه عندنا ايضا مثال بسيط، يريدنا نحسب منطينا اول شيء 9 بي بي جي براين، يعني عندنا براين ليس درالينج فلويد وانما براين هو فد فلويد ملحي، الفيسكوستي مالته لان البراين دائما الفيسكوستي مالته قليله اللي هو 1 سنتيبويز سيركوليتد ان ذا ويل اوف ريت 200 جي بي ام. بعدين احنا ايش كم ايكويفالنت عندنا؟ ايكويفالنت دايامتر عندنا 4، فهو يقول استخدم الاربع كريتيريا فور كومبيوتينج ذا computing the equivalent diameter to the annulus opposite to the drill pipe to determine the flow pattern and the fractional pressure gradient. The drill pipe has external diameter 5 inch and the hole diameter 10 inch. أول شيء يريدنا نحسب الـ equivalent diameters، الـ equivalent diameter للأربع أنواع اللي موجودة عندنا، اللي هو النوع الأول إذا كان أكبر من 0.3، والنوع الثاني اللي نستخدمه إذا أصغر من 0.3، والنوع الثالث التقريبي، والنوع الرابع اللي هو المختبري. فنجي نطبق المعادلات، الأول طلع 5 إنج، الثاني 4.0999 إنج اللي هو equivalent diameter for annulus، الثالث طلع عندنا 4.08، والأخير طلع 7.309. هذا الإكويفالنت دايامتر. هو شو يريد عندنا؟ هو مو بس يريد الدايامترز، يريد الإكويفالنت النوعية الفلو باترن اللي راح نطلعها بالرينولدز نمبرز، وأيضا بالفراكشنال لوسز لكل واحد من هذه الأنواع. بالنسبة لي قلنا احنا من نريد نطلع الدلتا بي اف على الدلتا ال لازم نستخدم هذه المعادلة، فكل واحدة راح نطبق بيها الديامتر أو الإكويفالنت ديامتر مالتنا. أولاً بالبداية راح نطلع الفيلوسيتي، الفيلوسيتي الأولى اللي هو الفرق بين الديامترين، ثانية الفيلوسيتي الثانية في حال الديامتر كان مثبت مختبرياً، والرينولدز نمبر، الرينولدز نمبر نعرفه أنه نضرب ال 928 في الفيلوسيتي في الرو جي في الايكويفالنت دايامتر، تمام، على الفيسكوستي. هذن كلهن ثابتات، عندنا المتغير بس الفيلوسيتي مع الايكويفالنت دايامتر، فهو خلى فاكتور بالنسبه للايكويفالنت دايامتر. راح نشوف راح يطلع لنا تيبل بالنتائج. هذا الإكويفالنت ديامتر للأربع محاولات، الأول طلعت لنا 5، الثانية 4.099، الثالثة 4.08، والأخيرة 7.309. أما بالنسبة للفيلوسيتي راح نشوف الأولهن، أول ثلاثة متشابهات اللي هي طلعت بالناتج الأول والثاني والثالث، والأخيرة اللي بسبب كبر القطر طلعت 1.529. أما بالنسبة للرينولدز نمبر، الأولى طلعت 45,000، والثانية 37,000، الثالثة 37,000، والرابعة 93,000. أما بالنسبة للبريشر لوسز بالسترينج طلع 4.4 و5.75 والأخير 4.97. فلو نشوف بالنسبة للبريشر لوسز بكل أنواع الإكويفالنت اللي هو طلعاً يعني متشابهات، ماكو فرق، لكن الفرق العالي ايضا بالنسبه للرينولدز نمبر كله طلع توربولنت، يعني كل المحاولات بالايكويفالنت ديامتر كله طلع
عندنا هو turbulent. ايضا بالنسبه للافرج فيلوسيتي اول ثلاث محاولات او الايكوفالنت دايمتر طلعت متشابهه ما عدا النوع الرابع طلع عندنا الايكوفالنت دايمتر شويه كبير. سوري. هذا عندنا فد مثال بسيط يوضح لنا على الايكوفالنت دايمتر. اذا عندنا سائل نيوتيني الفيسكوستي مالته 15 سنتيبايز سيركليت اد 10,000 فيت ويل كونتيننج 7 انج اي دي كيسنج يعني الدي 2 7 انج والاي دي ال1 الدي 1 5 انج دريل سترينج. Compute the fractional pressure losses for annulus using slot flow representations. Assume that the flow pattern is laminar, the mean annular velocity is 1.362. أول شيء قلنا نطلع D1 على D2. D1 على D2 طلعت لنا 0.714 معناها أكبر من 0.3. وإذا كانت أكبر من 0.3 حنستخدم هذا النوع من الـ equivalent diameters بالنسبة للـ annulars. فراح يطلع عندنا التغير بـ the pressure اللي هو DPF على DL راح يطلع مثل ما طلع 0.0051 نضربه في 10,000 حيطلع 51 PSI. ناخذ فد ريس بسيط ان شاء الله ونكمل بس دقيقه وان شاء الله.
عفوا نكمل ان شاء الله المحاضره. احنا اخذنا السوائل النيوتينيه والسوائل الغير نيوتينيه، قلنا بالنسبه للسوائل النيوتينيه اللي تنطبق عليها قوانين نيوتن، ايضا عرفنا شلون نفرض الانيولار الانيولاس نفرضه على شكل سلوت ونقول انه يساوي لنا دي 2 ناقص ماينص دي 1 لان هو شكله غير دائري، وايضا طبقنا قوانين اللاملار فلو على مود نطلع الفراكشن لوسز في اللاملار فلو. زين هسه اذا كانت السوائل مالتنا غير نيوتنيه يعني بينغهام او باور لو، شلون راح نطبق عليه هذه القوانين وشلون راح نستخدمها؟ نفس الشيء بالنسبه للبينغهام، انه نطبق عليه قانون البينغهام انه التغير بالفراكشن لوس او التغير بالفراكشن بريشر على التغير باللينث راح يساوي لنا الفيسكوستي فنفس ما طبقنا قوانين بالنسبه للتغير بالبريشر فراكشن لوس لتغير بالطول، راح ناخذ نفس المعادلات بالنسبه للبينغهام بلاستيك اذا كان الفلو مالتنا لامينار، ايضا عرفنا شلون نطلع الفلو مالتنا لامينار من خلال رينولدز نمبر. هسه راح نجي الايكويشن الاولى بداخل الدرل بايب، الفلو داخل الدرل بايب، داخل الدرل بايب عندنا ديامتر واحد اللي هو الانر ديامتر، يعني ما عندنا تو ديامتر ونطلع الايكوفالنت، راح الفراكشر لوسز مالتنا سوري الفراكشر لوسز مالتنا راح يساوي لنا الفيسكوسيتي في الفيلوسيتي على اليلز مقسمه على 1500 بالدي تربيع زائد 225 دي. اما اذا كانت بالانيولار، بالانيولار راح تختلف عندنا، اول شيء دي 2 ماينص دي 1 الكل تربيع على 100 في 200 سوري على بالنسبه لليل بوينت 200 نفتح قوس دي 2 ماينص دي 1. اما بالنسبه لليل بوينت يساوي لنا مثل ما قلنا سابقا 75% من البينغهام يلد بوينت او بينغهام بوينت. اما بالنسبه للباور لو، الباور لو نفس الشيء، الفراكشن لوسز بالدرول بايب راح يزداد بازدياد الطول او ازدياد اللينث، نقسم الكونسستنسي اندكس اللي هو معامل كي في الفيلوستي مرفوعه للماينس ان على 144 ألف في الديامتر واحد زائد ان، وايضا هذا كل الفاكتور مرفوع الى الان. اما بالنسبه هذا بالنسبه للقانون الداخل الدرل بايب، هذا بالنسبه للقانون الداخل الانيولاس. لو نشوف فقط خالين احنا مغيرين الاكويفالنت ديامتر ومخلين مغيرين الفاكتور اللي مقسوم عليه هذا السكشن، فهذه فقط المعادلات اللي خاصه باللامينار فلو. لو نشوف ان شاء الله نرجع على هذا المثال، لو نشوف كل المعادلات هذه المعادلات، او شيء خلينا ناخذ المثال هذا وبعدين نرجع الى المعادلات. المثال هذا يقول عندنا 9 بي بي جي براين الفيسكوستي 1 سنتيبايز بين سيركوليتد ان ذا ويل ات ذا ريت اوف 600 جي بي ام، ديترماين وايذر ذا فلويد ان ذا درول بايب از لامينار اور توربولنت اند ان ذا انترنال ديامترز سوري اند توربولنت فلو ان ذا انترنال ديامتر اوف ذا درول بايب از 4.276. شلون نجد توربولنت او نوجد الفلو مالتنا توربولنت او لامينر من خلال رينولدز نمبرز؟ عشان نطلع رينولدز نمبر لازم نطلع الفيلوسيتي، الفيلوسيتي يساوي لنا اذا عندنا احنا جي بي ام حنستخدم هذا القانون اللي هو الفلو ريت على 2.448 دي تربيع، هو يريده داخل الدرل بايب ما يريده بالانيولاس، فبالدرل بايب عندنا قطر واحد ما نحتاج نطلع الايكوفالنت
عندنا قطر واحد اللي هو 4.276 اللي هو طلعت السرعة مالتنا 13.4 فيت لكل سكند، نحطها بالرينولز نمبرز طلع عندنا الان اري يساوي لنا 4078 الف، فهو اكبر من 2000 فمعناها الفلو مالتنا سوري هو اكبر من 4000 فمعناها الفلو مالتنا توربولنت. راح نشوف قوانين الباور لو. احنا شنو عندنا؟ عندنا نيوتنيان، عرفنا القانون مال نيوتنيان، البلاستيك فيسكوستي شلون تطلع من قراءة 600 ماينس قراءة 300. اما شير ريت شو راح نطلعه؟ نطلعه من سرعة الدوران اللي هي الان اللي هي يعني 300 او 600 في الار تربيع قطر، القطر اللي يدور اللي هي قطر الامبلر اللي قلنا او جهاز الدوران او الفيسكوميتر قطره في على البسط مالته 5.066. هذا بالنسبه للبينغهام. اما هذه القوانين الخاصه سوري هذا من النيوتنيان، هذا القوانين الخاصه بالبينغهام عشان نطلع البلاستيك فيسكوستي بالبينغهام. اما الامور اللي خاصه بالباور لو، هذه الخاصه بالباور لو عشان نطلع معامل ان اللي هو قلنا الفلو بيهافير، وشلون نطلع معامل كي اللي هو الاندكس الكونسستنسي الكونسستنس اندكس حنطلعها بالباور لو. فلان دائما الدرولينج انجينير او حتى الدرولينج سوبرفايزر اللي موجود بالريك سايت ما عنده وقت صراحه يحفظ المعادلات هذه، فعلى مود يحتاج يطبقها بالريك سايت راح يكون كلها موجوده بالجرين بوك. لهذا دائما ننصح انه الاشخاص ياخذون الجرين بوك، هذه المعادلات لو نشوفها كلها موجوده بالجرين بوك، كلها موجوده بالجرين بوك. هو اصلا هذا الـ هذا السكشن اللي حاطه هو ماخذه من الجرين بوك، فالاشخاص اللي يحبون يحصلون الجرين بوك انا بصراحه ما قدرت احطه بالموقع لان هو كونفيدنشال، لكن هو موجود فري، فقط نكتب جرين بوك درولينج داتا هاند بوك هذا اسمه جرين بوك درولينج داتا هاند بوك. انا اللي عندي الاصدار الثامن لكن هو موجود حتى الان الاصدار العاشر، الفرق بيناتهم فرق بسيط مجرد في الطباعة لا أكثر. فهذا للعلم الأصدار السابع والثامن بأشياء أكثر من الأصدار التاسع والعاشر، شالوها بالأصدار التاسع والعاشر بسبب بعض المعادلات صارت قديمة بالحفر خاصة بمواضيع الدايركشنال والفيشنج فشالوها. فالإصدار السابع والثامن بأشياء أكثر من إصدار التاسع والعاشر، اللي حبي يطلع عليهم يقدر موجود قلت لكم أونلاين فري يقدر يحصله. هذا أيضا مثال بسيط يوضح لنا استخدام الباور لو. A rotational viscometer contains non-Newtonian fluid gives a dull reading. يعني بال 12 RPM القراءة مالته القراءة كانت 12 عند السبيد 300 RPM and dull reading 20 والقراءة كانت 20 عندما rotor speed كان 600. Compute the consistency index and the flow behavior index of the power law models for the fluid. بالنسبة للآن عرفنا أنه قراءة 600 على قراءة 600 على قراءة 300 نرفعها لللوغاريثم نضربها بال 3.32 على مود يطلع لنا البيهافير. البيهافير لو نشوفه ايش قد طلع لنا؟ طلع لنا تقريبا قريب للواحد وليس يعني ماينس، تمام قريب للواحد. أما الكي طلع لنا 510 على 511 مضروب في ال 12 اللي هي قراءة 300 حطلع 61.8 تمام. او بالنسبة هذا للسنتوبوايز اذا نريد نحول السنتوبوايز للداين في السكند على سنتيمتر تربيع قلنا حنقسمها على 100
فهتطلع 0.618. هذا نفس الشيء القوانين اللي خاصة بالفراكشن لوس بالنسبة للنيوتنيان، بالنسبة للبنغهام، بالنسبة للباور لو. فراكشن لوس على يكون في الموضوع بس عمد لا يصير أتكم كونفيوز شوية. بالنسبة للفراكشن لوس احنا عندنا drawback، إيش قد راح نخسر horsepower أو pressure بسبب الفراكشن بين الفيسكوسيتي اللي موجودة بالدرولينج فلويد والجدار مع الليدرال بايب، أو العكس إنه إيش قد راح أني أخسر فلويد أو sorry pressure بسبب الاحتكاك بين الجدار البير وأيضا الفلويد. هذه يسمونها fraction loss. دائما الفراكشن losses من انطلع دلتا بي اف على دلتا ال، يعني من نطلعه متغير البريشر بالنسبه للتغير بالنسبه للطول، وتطلع وحتى بي اس اي الضغط وحتى بي اس اي على فيت، يعني نخسر هلقد فور اكزامبل اني اخسر 0.5 بي اس اي لكل فيت. بعدين يجي بالسؤال يقول لي هو الطول مالته 10 فيت، فاني اعرف جاي اخسر بريشر لوس 10.5 لكل فيت، فمن اضربه في 10 على مود اطلع ايش قد البي اس اي مالتي، حيطلع 5 بي اس اي. فهذا يسمونه بريشر لوس جريدينت. جاي نطلع احنا من نقول دلتا بي اف على دلتا ال، جاي اطلع عني الجريدينت وليس البريشر لوس نفسه، بعدين اضربه في الطول او اللينث او التي بي دي، حيطلع عندي البريشر جريدينت سوري البريشر لوس. هذه المعادلات بالنسبه للفراكشن اوف بريشر لوس بالنسبه للانيولس، وهذه المعادلات بالنسبه اذا كان بالدرول بايب سوري اثنيناتهم كانن بالدرول بايب. Fraction of pressure loss, shear rate at the pipe wall. Ah, okay. Sorry. Yes. هذه بالدرول بايب. تمام. لكن هذه والجواها بالانيولاس. وهذه شلون اطلع الشير ريت عمود اعوضه بالمعادلات. هذه بالنسبة للفراكشنال بريشر لوس، وهذا بالنسبة للشير ريت. المعادلة اللي فوق انه الفراكشنال بريشر لوسز بالدرول بايب، وهذه بالانيولاس. هذا بالنسبة للنيوتنيان، بينغهام، بلاستيك and باور لو، كلها موجودات ايضا هذه بالدرول بايب وهذه بالانيولاس. وكيف نعرف شلون عرفنا شلون نطلع اللي هو الاكويفالنت دايامتر. قلنا الاكويفالنت دايامتر اي واحد يحب يحصل على الجرين بوك، كل هذه المعادلات موجوده بالجرين بوك. اصلا هي هذا البيج هو ماخذها سناب شوت من الجرين بوك. هذه نفسها موضحها إذا كان الفراكشن لوز بالدرول بايب، وإذا كان الفراكشن لوز بالأنيولاس، وهكذا إذا كان بينغهام أيضا، وإذا كان عندنا الباور لو، كل واحد من عدن موضحن. هسه خلصنا معادلة البينغهام سوري البينغهام والباور لو والنيوتنيان فور ألامينر فلو. هسه راح نجي نفس هذه المعادلات اللي طبقناها لكن راح ناخذها للتوربولانت. تمام، راح ناخذها للتوربولانت. كل المعادلات السابقه طبقناها لللامينار فلو، هسه راح ناخذ للتوربولانت. التوربولانت بالنسبه لللامينار فلو شبه متشابهات كمعادلات، لكن ضايفين بيه فد شيء اسمه رفنس كوفيشنت. الرفنس كوفيشنت اللي هو هذا الرمز مالته ضايفينه بالمعادلات، اللي هو يعتبر خشونه الميتلز، او خشونه يعني مثلا انا عندي الدرول بايب مصنوع من الستيل، صحيح الستيل بيه خشونه، فمدخل بالمعادله
الخشونة اللي تسبب لي زيادة الاحتكاك وبالتالي تسبب لي البريشر لوسز، لأن التوربولنت يعتمد على الخشونة خلال جريانه في الدرول بايب. فهذه الفانينج اكويشن هذا راح تصير راح تنطينا الاف، الاف راح تساوي لنا معامل الخشونه على الدي، تمام، في الرو اللي هي الدنسيتي، في الفيلوسيتي على 25.8 للدي. هذا فقط انه تقريب شبه راح تكون معادلات متشابهة بالنسبة للتوربولانت واللامينار، لكن بالنسبة للتوربولانت ندخل بها معامل الخشونة. أيضا من خلال احنا عرفنا معامل الخشونة الاف شنو يساوينا، لكن على مود نطلع الاف بطريقة اكثر، لان احنا الاف اللي هو معامل الخشونة ما راح يكون مضبوط 100%، فعلى مود نطلع باكثر دقة راح نطبق الكولبروكس اكويشن على مود نسوي كورليشن للمعادلة، فنطبق هذه المعادلة واحد على جذر الاف في ماينس 4 لوغاريثم. لكن اكو مشكلة بهذه المعادلة لو نشوفها، اللي هي جذر الاف اللي هو معاملات الخشونة موجودة بالطرفين، تمام، موجودة في الطرفين، هذا الطرف وهذا الطرف. بهاي الحالة لازم نسوي اللي هي عمليات نسميها يعني ندخل رقم ونشوف اللي هي try and error، فلازم نسوي try and error على مود نوجد هذه المعادلات، تمام، لأن لو نشوف معامل F راح كان عندنا موجود في الطرفين، معامل F موجود في الطرفين، فلازم أني أسوي try and error. بالأخير العالم هو ستانتون بالوجت chart اللي هو B معامل F يربط B معامل F بالنسبة للرينولز نمبر، هذا هو chart اللي هو fraction factor، تمام، معامل F بالنسبة للرينولز نمبر. لكن هذا مشكلة هذا الشارت، it's not يعني مو دقيقة، وأيضا موجود بالجرين بوك وشالو بالإصدار، أنا عندي إصدار الثامن ما بي، بالإصدار السابع كان موجود بي، لكن شالو بسبب يعتبر غير دقيق. وأيضا ولو نشوف بالمحاضرات شنو كاتب، كاتب إنه this chart is this precious، يعني يعتبر غير دقيق وأيضا يعتبر غير مستخدم. نعم، فقط هذه بالنسبة للفراكشن فاكتور، قلنا هو يعتمد الفراكشن فاكتور يعتمد على معامل الرفنس أو معامل الخشونة. أعتذر بس شوية بين فترة وفترة لازم أخذ نفس قوي، أحتاج إن شاء الله جميع المحاضرات راح تكون موجودة على اليوتيوب. أيضا على مود تكون المعادلة مالت التوربولانت أكثر دقة بالنسبة للفانينج إكويشن سوالها كورليشنز أكثر، فاستخرج هذه المعادلة اللي هو الرو مرفوع على الـ S.75 في الـ flow rate 1.75 مضروبة في الـ viscosity مقسمة على هذا الفاكتور بالنسبة لـ D مرفوع للـ S.475. فطبعاً بالنسبة للـ F اللي هو الـ fraction factor يسمونه بجماعة الـ drilling engineering يسمونه fanning fraction factor.
اما بالنسبه للجماعه اللي هم الميكانيكال انجينيرنج يسمونه مودي فراكشن فاكتور، اللي يدرسون برونج انجينيرنج ميكانيكي يسمونه فاننج. لكن الفرق بين الفاننج والمودي، الفاننج يساوي لنا 4 في المودي، يعني 4 مرات قد الفاكتور مالت المودي فاكتورز. تمام، هو ايضا يمكن اذا اذكر هنا المودي فاكتور فراكشن فاكتور يساوي 4 من الفاننج فراكشن فاكتور. فاي اي وقت اريد اني اطلع الفاننج فراكشن سوري صار اكو ديسكونكت عندي. فنكمل، ففقط الفرق بين المودي فاكتور والفراكشن فاكتور انه يستخدمونه الدرولينج انجينير بالنسبه للي يستخدمونه كميكانيكال انجينير. هذا طبعا الرفنس فاكتور، لو نشوف للستيل ايش قد، للكونكريت ايش قد، للجالفانايز ايرون ايش قد، الستيل ايش قد، ايضا الاسفلت، الكوميرشال ستيل، الدراون تيوب، كل واحد منطيه معامل ايه اللي هو يعتبر الرفنس فاكتور او خلينا نقول عليه معامل الخشونة. هذا فد مثال بسيط يوضح استخدامنا لمعادلة الدلتا بي اف على الدلتا ال بالنسبة للدريل بايب، او بالنسبه للانيولاس، بالنسبه للتوربولنت فلو اذا كان الفلويد عندنا نيوتينيا. فراح يقول ديترماين ذا فراكشن بريشر لوس ان 10,000 فيت اوف 4.5 انج دريل بايب هافينج ذا انترنال دايامتر 3.826 انج اف ذا فيسكوسيتي 20 سنتيباز نيوتينيا فلويد هافينج ذا دنسيتي اوف 9 بي بي جي از pump through the drill pipe at the rate of 400 GPM. كنا أول ما نطلع الـ velocity، الـ velocity مالتنا طلعت 11.16، من الـ velocity حنطلع Reynolds number، Reynolds number مالتنا طلع 17.18831، فمعناها turbulent. فإذا عندنا هو turbulent فبالتالي راح التوربولنت راح نستخدم معادلات التوربولنت. من التوربولنت طبعا طلعنا الفراكشن فاكتور من خلال الفراكشن فاكتور من خلال رفنس نمبر اللي موجود بالتيبل. احنا نعرف الدرول بايب مالتنا ستيل، فراح نستخدم هذا المعادله. فلو نشوف ايش قد طلع عندنا الفراكشن فاكتور، طلع عندنا 34%. تمام، هذا هو طلع عندنا الفراكشن فاكتور. اما من خلال الفراكشن فاكتور من خلال معادله الفاننج من خلال الراي اند ايرور، طلع عندنا 66 بال 10,000. تمام، او 6.6 بال 10,000 سوري. فراح نطبق بعدين البريشر لوسز ايكويشن بالنسبه للدرل بايب. هذه معادلة مال الدرل بايب، طلع عندنا البريشر لوسز داخل الدرل بايب 756. اما المعادلة الثانية اللي هي المعادلة اللي احنا نحتاج اف، فطبق الاف اللي موجودة بالفاننج ايكويشن اللي هي هذا بالتراي اند ايرور. اما بالنسبة للمعادلة الثانية اللي هي دلتا بي على دلتا ال مضروبة بعدين بالال على مود نطلع البريشر لوسز الكامل، طلع عندنا 777 بي اس اي، يعني هذه بالدرول بايب وهذه بالانيلاس. طبعا هذه المعادلات بالنسبه للتوربولانت، هذا نيوتنيان راح نستخدم هذه المعادلات، هذه البنغهام وهذه للباور لا. ايضا قلنا احنا شلون راح نعرف رينولدز نمبر، راح نعرف من خلال الرينولدز نمبر توربولانت او توربولانت او لامينر. فاذا كانت هي اكبر من 2100، يعني اكبر من اللامينر، فنعتبره توربولانت.
transition أو turbulent كلها حيطبق عليه turbulent. إن شاء الله راح نتوقف إلى هذا الصفحة، الباقيات كلها index. بكرة راح نأخذ هذا الفصل البسيط وراح نحل بعض الأمثلة سوية، وإن شاء الله راح تشوفون الموجود الكويز اليوم على الانترنت، يعني موجود أونلاين الكويز اللي يحب يمتحنه. الكويز جدا بسيط، باكر أكو محاضرة، عقب باكر إن شاء الله معكم محاضرة. أيضا أكو خبر حلو بس بعدني بصراحة ما متأكد من عنده، الأشخاص اللي شاركوا بالدورة حصلت موافقة من الـ SPE إنه أحط الشعار مالتهم بالشهادة، يعني يعتبر شهادة معتمدة من الـ SPE، لكن بصراحة يعني it's not confirmed 100%، بس هم أنطوني agreement، يعني أنطوني agreement. أيضا أكو منظمة عراقية للطاقة، منظمة عراقية خاصة بالطاقة، حاليا جاي أتفاوض وياهم، يعني ما أتفاوض وياهم وإنما جاي أدزلهم إيميلات، جاي يرجعون علي إيميلات إنه جاي أحاول أحط يعني بالشهادة أيضا أحط الشعار مالتهم، لكن بحال الله إن شاء الله الـ SPE بحال الله راح أقدر أحطه. يعني الناس اللي جاي يشتغلون بالـ SPE خاصة الـ SPE يعني موجود، احنا نعرف SPE بالبصرة، بغداد، موجود في الموصل، جاي اشتغل على عدة افرع، هذه وحدة. الشغلة الثانية انه حتى لو ما حصلت الـ SPE بالعراق، فجماعة الـ SPE اللي موجودين بالهند انطوني اجريمنت استخدم الـ SPE الشعار الـ SPE، يعني حتى لو ما قدرت تحصل ملاءات العراق، ولو ان شاء الله اللي موجودين ببغداد وهذه ما يقصرون، فقط for your information. يعني امس شوي كان صحتي مو تمام فما جريت وياهم، ما تواصلت وياهم، ففقط راح اسوي هذا الشيء. فجاي احاول ايش قد ما اقدر انه الاشخاص اللي يدخلون دورات، سامحوني طبعا هاي اليومين شوي صحتي مو كلش تمام، اني اصلا اعاني ضيق بالنفس، فمن احكي هوايه وصير عندي شويه ارباك، فان شاء الله نحاول نخلص الهيدروليك ماده عميقه، لكن ان شاء الله نستفاد يعني.